إذن نتعاود تقرأنا الفصل برمته ونصوته على الفصل 14. يمول صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بمطة أولى مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100,000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة. مطة ثانية مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997. مطة ثالثة الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل. شكرا. إذا تفضلوا الآن صوتوا على الفصل 14 برمته. إيش فما سي سمير؟ عفوا التصويت ابتدى يا سي سمير.